مع بعض الجزء الخاص بالايه بالنتورك مانجمنت، هنتكلم عن الابلكيشن سيناريوز بتاعه النتورك ايه مانجمنت. طبعا هنا بيقول لك التيبيكال ابلكيشن سيناريوز بتاعه النتورك مانجمنت من النتورك اليمنت اورينتد مانجمنت، تمام؟ اللي هو انت بالنسبه لك هنا الايه اللي كان الكلام كله تراديشنال، او انت موجه الكلام ده وعارف انت هتعمل ايه ومظبط الكلام ده بشكل ايه مانوال للايه للاول سيناريو فول لايف سايكل مانجمنت اللي هو الاوتوميتد نتورك. تمام، زي ما انت شايف هنا في السيناريو بتاع الاوتوميشن ايه اللي بيحصل معاك في النتورك او النتورك مانجمنت، يبقى عندك سولوشن اسمه اي ماستر ان سي اي، ده طبعا واوي سولوشن. عندك هنا الايه بيعمل اناليسيز ومانجمنت وايه وكنترول. احنا هنا طبعا بنركز على الايه المانجمنت اللي هو الاوتوميتد ايه نتورك، عندنا بتركز على الايه المانجمنت. تمام، يعني احنا هنا بنركز على الاناليسيز والايه والمانجمنت بتاعنا. فهنا طبعا كل الكلام ده بيتم من خلال الانتليجنت ايه نتورك، من خلال الكونفيجريشن مانجمنت بروتوكولز زي الاس ان ام بي والايه والنت كونف، ومن خلال المونيتورنج ايه بروتوكولز زي التليمتري والنت ستريم والايه والاس فلو. طبعا الكلام ده كله بيتم على الايه النتورك اليمنتس المختلفه اللي موجوده في الايه في النتورك بتاعتك. فطبعا هنا الايه الكلام بتاعنا بدا اللي هو ايه يعني بدل الشغل المانيوال بدانا نخش في شغل ايه الاوتوميتد نتورك بتاعتنا. بيقول لك ما هو الاي ماستر ان سي اي، هو عباره عن اس دي ان بيزد اوتوماتيك سيرفيس كونفيجريشن وديبلويمنت، تمام؟ كله شغال بايه بالانتليجنس بالانتليجنت اناليسيس وبريدكشن وايه بريدكشن وايه وترابل شوتنج اوتوميتد وايه وانتليجنس زي ما انتم شايفين. لا اما يونيفايد داتا بيز سنترلايزد ديتكشن لوكيتنج بروسيسنج، ده اللي هو بيكون الاي ماستر ان سي بتاعك بيكون مانجر وكنترولر وايه وانالايزر. كان دي السولوشنز المختلفه. لا اما من خلال الفول لايف سايكل مانجمنت سيموليشن وفيريفيكيشن ومونيتورنج وايه واوبتمايزيشن البلان والكونستراكت والمينتين والايه والاوبتمايز. تمام، دي اللي عباره عن ايه عن الاي ماستر ان سي اي. تمام، في عندك الايه اللي هو الاثنين اللي هو هنا اوتوميتد وايه وانتليجنت، وعندك هنا المانجر والكنترولر والايه والانالايزر، وعندك البلان والكونستراكت والمينتين والايه والاوبتمايز. الاي ماستر ان سي اي برودكت اركتكتشر في الكاستمر ايه بنفيتس، ايه البنفيتس اللي هتاخدها الكاستمرز لما تشغل السولوشن اللي هو الاي ماستر ان سي اي؟ هتستفيد من المانجمنت والكنترول والايه والاناليسيس، كل ده طبعا على اليونيفايد كلاود بيزد ايه بلاتفورم. تمام، النتورك انفراستراكشر اللي موجود عندك هي ايه فيرتشوالايزد، تمام، والكلاود بلاتفورم ايه والابلكيشنز المختلفه. يعني الاوتوميتد نتورك، تمام، بتستفيد من الانتنت ايه دريفن والموديل بيزد والمالتي دومين والمالتي ايه لاير والمالتي فيندور. الانتليجنت نتورك بنستفيد من البيج داتا والاي اي باورد ايه بريدكتيف ايه مينتيننس. الاجايل سيستم انتجريشن بروجرامبل ديزاين ستوديو بيستخدم الريست اي بي ايز. كلاود بيزد الاستيك ايه اكسبانشن اللي احنا بنقدر من خلال بابليك والبرايفت كلاود نشوف الالاستيك اكسبانشن والايه والهاي ريلابيلتي. بنضمن الكلام ده كله من خلال السولوشن اللي هو الايه الاي ماستر ان سي. الجزء المحبب الينا دايما اللي هو بيكون الاسئله. بيقول لك هنا ايه التو كي اليمنتس بتاعه النتورك مانجمنت سيستم، احنا اتكلمنا عليهم في السلايدز، هم كانوا عباره عن المانجنج ديفايس اللي هو الايه الان ام اس بتاعنا والمانجد ايه ديفايس اللي هم ايه وبي. ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنتس ار ترو اباوت بيزك نتورك مانجمنت فانكشنز، احنا اتكلمنا عن الخمس حاجات بتوعنا بتوع الايه المانجمنت فانكشنز اللي هم الكونفيجريشن البرفورمانس الفولت السكيورتي الاكونتنج. احنا اتكلمنا في السلايدز بتاعتنا هنا عن الكونفيجريشن وعن البرفورمانس والفولت من خلال المونيتورنج، تمام، اتكلمنا من خلال ايه المونيتورنج، لسه ما اتكلمناش عن السكيورتي مانجمنت ولا الاكونت ايه الاكونتنج مانجمنت. السمري بتاعنا طبعا الايه الديجيتال تكنولوجيز اللي ظهرت عندك والايه والتكنولوجيز اللي موجوده زي البيج داتا والاي اي والكلاود، كل الكلام ده طبعا ادى ان انت لازم تفكر في حته الاوبريشن والايه والمينتيننس اللي موجود عندك، وبالتالي اللي انت هتفكر منها من ناحيه الايه الاربع جوانب الاورجانيزيشن والانفورميشن والكوميونيكيشن الفانكشنال ايه موديل. طبعا الجزء ده اتكلمنا عن الايه كونفيجريشن والبرفورمانس والايه والفولت.
اتش بروتوكول طبعا بنتكلم من كل بروتوكول من البروتوكولات اللي احنا اتكلمنا عنها في الرول والديتا اورجانيزيشن والتيبيكال ايه مانجمنت. طبعا الجزء ده مهم جدا، لازم اللي انت ايه تكون اوريدي مذاكره. ليه؟ لان بيجي عليه اسئله في الامتحان بشكل طبعا كبير. بيقول لك هنا لو انت محتاج تعرف الايه النتورك كونفيجريشن بروتوكولز هتخش على الايه الاي تي اف، لو انت محتاج تعرف الايه التليمتري فريم ورك برضه هتتابع الايه هتخش على الاي تي اف. هو جايب لك الرابط علشان تعرف او تمور اكسبلور الايه الجزء ده، محتاج اللي انت اديشنال ريسورسز موجوده ايه عندك. محتاج طبعا اللي انت تراجع، هتراجع من خلال التالنت الواو تالنت ايه بلاتفورم لو انت محتاج تعرف اني اديشنال ايه ريسورسز موجوده عندك.